ما تضيع وقت أبدا خليل باشا، وصل هذا المكتوب بسرعة لابني. بس أنا خايف عليكم، اسمحي لي أبقى جنبكم. بتعرف إني ما بوثق بحدا غيرك يا خليل باشا. بعدين ما تشغل بالك، محمد باشا موجود. اللي بتشوفيه سلطانة. ادخل. سلطانة، بناء على أوامرك عم نراقب هلأ شيخ الإسلام وكل العلماء يلي اجتمع فيهم، والجيش بالمعسكر تحت المراقبة كمان، يعني ما حدا بيقدر يتحرك بدون علمنا. كتير عال، المهم ما حدا يشك بشي لحتى يرجع ابني، وأي واحد بحس عليكم بتعمل اللازم. سلطانة، السلطانة فاريا طالبة تشوفك. دخليها. سلطانة، بعتذر منك بس حابة استفسر عن استر خانم والسلطانة جلبهار. شو قصة استر؟ هذا اللي ما قدرت أعرفه. أنا التقيت فيها اليوم وكانت متوترة، سألتها شو صاير معك، قالت لي ما في شي بس بدها تشوفك، وبعدها اختفت وما عاد شفتها بنوم. بجوز طلعت تدور عليك يا سلطانة. أنا رح أسأل الأغوات على الباب إلا ما يكون حدا شافها. عفواً، بس كمان بخصوص السلطانة جلبهار، شو ساويت؟ فيني أفهم؟ سلطانة قسم، مو متوقعة تشوفيني؟ مسألة العفو عنك صارت حلم مستحيل توصلي له. مولانا بس يرجع هو اللي بقرر هذا الموضوع. شو هالغباء؟ انتي ناطرة من مولانا ينقذك بعد ما تآمرتي ضده وبدك تنزلي عن عرشه؟ هذا الحكي كله كذب ومو صحيح. بالأول سرقتي الختم وبعدين حرقتي العاصمة، هدول مين اللي كان وراهم؟ لهون وبس سلطانة جلبهار، قناعك سقط وما في لزوم تخبي وشك. الظاهر إستر ما سلمت منك كمان، انتو شو عملتوا فيها؟ ما عندي أي معلومات. أنا شو علاقتي بهالموضوع؟ عم بتضيعي وقتك يا سلطانة بوجودك بهالمكان. أكاذيبك ما رح تنفعك، كوني أكيدة إنها رح تحرقك، وأدعي إنك تموتي بدون وجع.